اسمعني ياد، اسمعني انت كمان، احنا نتفقوا على حركة، وانا ساعتها هيبقى معايا التليفون وفيه نت. اول مرة اجي نسأل السؤال انا اخش على النت اسرش اجيب الاجابة، نعمل الحركة تعرف الاجابة. بس دي غش يا كبير. غش غش ابيض. بس انا يا كبير بصراحة يعني مش شايف انه له لازمة، ما انا ممكن انجح بمجهودي. انا حكح، لو كحيت مرة يبقى الإجابة نمرة واحد، لو كحيت مرتين يبقى الإجابة نمرة اثنين، ولو كحيت ثلاثة تبقى الإجابة نمرة ثلاثة. طب لو كحيت أربع مرات؟ بالسياق تبقى الإجابة نمرة أربعة. يا صبر أيوب، هدي نفسك يا كبير، مش كده اهدي. طب لو كحيت خمس مرات يا كبير مثلا؟ يبقى تغني ورق جوافة يا جاموسة. دي يعني إجابة نثبتها، أول ما أسمع خمس كحات أقول يبقى تغلي ورق جوافة يا جاموسة. جريه يا ولاد الصرمة. أنا مالي جريه، بس أهلا بالراحة يا عم بالراحة. طب معلش بالراحة، يعني مثلا تعالوا نجرب كده تجربة بسيطة، نجربها عشان بس نسنك. زين زين، شوف له أي سؤال عندك يا ده. أحلى سؤال لسه حزلقوه، يلا نجربه. سؤال سهل، ما هي الأداة التي نستخدمها لأخذ السيلفي؟ واحد البلطة، اثنين الترمومتر، ثلاثة المكوة، أربعة الكاميرا. الكاميرا يا حيوان، انت بتجاوب ليه؟ يا عم انت بتيجي عليا ليه؟ ده جزتي يعني لما اقول إجابة صحيحة؟ يا جلوس الطين، احنا بنختبروا الطريقة ما بنختبروكش. هيدا شوف لي سؤال تاني عندك. طب ما نعيد له نفس السؤال يا كبير. ما تفرضنيش انت كمان، ما انت هتقول له تاني حجاوب نفس الإجابة. شوف واحد تاني. ماشي جتكو 60 نيلة. ركز يا حزلقوم، ما هي عملة الولايات المتحدة الأمريكانية؟ واحد الدينيه المصري، اثنين الإيوان الصيني، ثلاثة فرنك سويسرا، الفرنك السويسري، الدولار الأمريكي. أربعة. يا مهد كريم يا رب، الله ينور عليك يا حسن قوم. يا مهد كريم يا رب. أعمل بيهم إيه بقى؟ مش دول نظام أحمد معاه أربع برتقالات، ناخد اتنين نرميهم البحر واختار رقم في سري، فأنت تنزل بالكوبة قش قش قطر السواق وعمل هجرس. أمرك يا كبير. يوم التنين هنركب القطر الساعة 8. سيبهم على أربعة يطلع سرعة القطر. لقي بحر معلومات، كأنه جاتني زبحة شرجية. هات لي شوية نشا. نشا؟ ما عندي نشا كبير. ما عندوش نشا. استلف لك يا كبير. وين؟ يقعد يقعد. يوم التنين الساعة 8 نركب القطر من هنا لحد يوم التنين، ما وراكش حاجة غير انك تذاكر له بس موضوع الكحة دي. دخل في موضوع يمين ولا شمال اعطيه بالكف. لا وكل البرغة. انت بتقول يا كبير ده عبال ما يفهم موضوع الكحة هيدي لي ربه. ابقى عالجك. طيب وتعالي دمي من الروماتايد. ابقى عالجه. وابويا تجيب له دولفكار. ابوك ايه اللي اجيب له دولفكار؟ مش نزاهة والله يا كبير، دي عشان يوصل بيها الطلبات على الدولفكار. انا جبت اخري، انا حدايا الطبنجة وعمرانة، اللي هيقول كلمة عبسية حفضيها في لفوخه. ممكن سؤال صغير؟ هو مش دولفكار ده ممثل؟ حاتم دولفكار؟